المكان اللي احنا فيه دلوقتي احتفلنا من حوالي 3-4 سنين بمرور 100 سنة عليه، مصر الجديدة. هنشوف لها شوية صور من الماضي ونشوف في الحاضر بقت عاملة ازاي. سمير، مصر الجديدة. عايزين بقى طبعا يعني ليها صور جميلة، بس الدنيا برضو كانت فاضية زي معظم الصور القديمة لأي مكان. ما هي مصر الجديدة اللي أنشأها طبعا البارون إمبان صاحب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. هي طبعا ما كانتش اسمها شركة مصر الجديدة، كان اسمها شركة هليوبلس للإسكان والتعمير. هو تقدم بطلب للخديوي عباس حلمي الثاني ان هو ينشأ مدينة وسط الصحراء اللي هي مدينة هليوبلس. فأول ما تم الموافقة عليها فقالوا يعني شوف الراجل ده المجنون ده هيعمل ايه يعني جوه الصحراء، وابعد مكان كان موجود فيه بنا كان ميدان العباسية، فان يجي في المنطقة دي ويعمل مصر الجديدة، فقالوا الراجل ده اكيد مخه مش مظبوط يعني. فبدأ يبني فيها، فبنشوف هنا اول حي اتبنى اللي هو شارع بغداد اللي هو حاليا حي الكربة. فبنشوف هنا البيوت كلها على الطراز العربي الإسلامي. في أرابيسك بالضبط. وقبب حتى كتير. وقبب زي الجوامع كده. بنشوف برضو هنا العمارات، وبنشوف ان دخلوا ترام. كان موجود في ترام. دخل الترام، الكلام ده كله كان بدأ من سنة 2 بناء مصر الجديدة. 1902. بنشوف برضو هنا مجموعة من الناس. يا دوبك الناس. 4 ولا 5 ماشيين في الشارع. دولت ماشيين فين بقى؟ دي المنطقة دي شارع إبراهيم اللقاني حاليا، اللي هنا عشان برضو السكان مصر الجديدة يعرفوا معانا احنا مكاننا فين. هنا مفروض منطقة جروبي. اللي هو في مصر الجديدة هنا. تمام. بنشوف برضو هنا. شوف هنا الترام واضح فيها جدا اهو. برضو ده شارع بغداد. الترام طالع. بنيجي نشوف بقى هنا فوق بقى ده المترو. مش الترام ده المترو. يعني السنجة واحدة ده المترو. الترام السنجتين اللي هو عريضة كده ده المترو. مترو مصر الجديدة. طيب المبنى اللي ورا ده مبنى فندق هليوبلس. اللي هو اصبح بعد كده اتحاد الجمهوريات العربية، ثم اصبح مقر رئيس الجمهورية. تمام. فلكن كان في الاصل فندق هليوبلس. تمام. هنشوف هنا صورة نادرة عجيبة قوي. البارون إمبان ده بقى اللي بنى مصر الجديدة. ده اللي بنى بقى الأصلي يعني. تمام. اللي بنى مصر الجديدة. فهو توفى سنة 32. فبنشوف صورته هنا. ده بقى اللي هو صاحب الشركة، مش ده صاحب الابن. أصل البارون بقى. صاحب أصل البارون بالضبط. بقى الصورة دي بنشوف هنا زوجة البارون إمبان وهي شايلة ماسكة الأسد. بتتمشى بأسد. بتتمشى بأسد. دي القطة بتاعتها. بالضبط. وهو واقف معاها البارون. بس ده بقى البارون الابن، مش البارون الأب يعني. تمام. فبنشوفه هنا وهو واقف مع زوجته بالأسد. ودي هو في الطيارة. بنشوفه هنا هو في الطيارة. هو تاني واحد اشترى الطيارة بعد صدقي محمود. فهنا بيتابع الإجراءات البناء اللي بتتم في مصر الجديدة. تمام. فتلاقي حتى شكل الطيارة شكلها عجيب جدا يعني. تمام. هنا بقى صورة. صورة لمدان الكربة. كل اللي موجود فيها واحدة ست. فيعني ده طبعا يعتبر من الطرائف يعني. تمام. دي صورة بقى هقول أصل البارون هودي حواليه الدنيا فاضية. أصل البارون وحواليه بقى هنا أرض السبق. ايه هي ارض السبق؟ قبل بناء الميريلاند كانت ارض سبق خيل. فكان الملك فؤاد هو اللي انشاها دي، كانت في عصره يعني. لا والله، وبرضه في عصر السلطان حسين كامل كانت موجوده. فهنا كانت ارض السبق، لكن لما جت الثوره عملوا الميريلاند، كان من بدايه مشاريعهم عملوها سنه 60. فبنشوف هنا الفراغ اللي كان قد ايه في الشوارع. حتى اصل البارون اهو مفيش حاجه اسمها صلاح سالم ولا شارع لا 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 يعني اقرب شارع ليه كان بعيد جدا بالظبط. ده بقى مدرجات كانوا بيقعدوا فيها. مدرجات السبق. سبق الخيل. فكان بقى تحس ان ده كان عرض ازياء.
السيدات تلبس أشيك ما عندها والرجالة تلبس أشيك ما عندها ويروحوا بالنظارات الكبيرة عشان يتفرجوا النظارات المعظمة عشان يتفرجوا على السبق الخيل. الستات كانوا بيروحوا يتفرجوا على السبق والرجالة يروحوا يتفرجوا على السبق وعلى لبس الستات ده صح. معلومة كويسة برضو. تمام. بنشوف برضو هنا ده شارع إبراهيم اللقاني، بنشوف موديل العربيات دي عربية موديل سنة 28. تمام. فتعتبر برضو من الصور النادرة جدا يعني. طب والصورة دي بقى دي جوه قصر البارون نفسه؟ ما أنا بقى مش عايز أحزنكوا، ده هنا وفاة البارون إمبان جوه قصر البارون 1930؟ 1930. تمام. فهنا بنشوف هو 17 فبراير عام 1930 النعش بتاعه نازل من القصر واتوضع في قلب العربية ومشوا بيه من قصر البارون إلى كنيسة البازيليك اللي احنا واقفين جنبها اللي احنا واقفين جنبها. تمام. وهنا تم دفن البارون إمبان، يعني هو مدفون هنا حاليا، مدفون هنا في الكنيسه دي. فشوف مصر بقى ودعت البارون إمبان او سكان مصر الجديده كلهم هم اللي دفنوا البارون إمبان. فبنشوف الزحام قد ايه على كنيسه البازيليك. سنة فاتوا حصل خلالهم تغيرات واختلافات كتير لمصر الجديدة، ورغم ذلك هتفضل متحف مفتوح تتمزج وانت بتتمشى فيه. رامي رضوان، OTV، القاهرة.